كما أسلفتم في ختام تغطية شاملة للحدث الأمني أولاً، وهو ذات تماس في الشأن الداخلي العراقي. لو لم يكن هناك نوع من الضعف الذي يشجع على الجوار بأن يستغل حالة الضعف هذه بتمرير رسائل نارية لما تم ذلك. وأعتقد أن أيضا متشابك بالوضع الداخلي خاصة لإيران، لأن الثورة الانتفاضة، دعنا نقول الانتفاضة التي تشهدها إيران، هي الثانية التي تشهدها البلاد في ظل إدارات أوباما الثلاث. إدارة بايدن الآن تقدمت قليلا في تعاملها مع الشأن الإيراني الداخلي، ولكن لاحظ أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ووجود رئيسي والحديث كل الدعم الذي قدم للسيد الكاظمي وللعراق لم يتبلور في أي دعوة للجوار الإيراني والتركي برفع اليد وكف يده عن العبث في الشأن الداخلي العراقي. العكس تماما ما يتم، ما يتم هو ادعاء بأن على الأرض العراقية توجد عناصر تمس بالأمن الداخلي لإيران ولتركيا. طبعا هذه المسألة للأسف تبدو ظاهرة للعيان بأنها قضية أمنية ومن إمكان التعامل معها بمجرد متابعة مصادر التهديد كما تدعي كل من إيران وتركيا، ولكن بمجرد أنهما تقومان بأعمال عسكرية مباشرة دون المرور لا من إقليم كردستان ولا من بغداد الحكومة المركزية، يشير إلى أن هناك نوع من استغلال لحالة الضعف الداخلي. الآن أختم بقصة التوقيت. التوقيت الآن، هذا التتابع الذي عرضتموه بين الأمني، التوتر الأمني العسكري، وبين حالة الترقب لما ستكون عليه الأحداث السياسية في العراق غدا وبعد غد عندما نسبح على أعتاب أكتوبر، وهذه الثورة المتوقعة، الثورة التشرينية، أعتقد أن الزخم السياسي لا يسمح بهذا الفراغ أن يستمر. فمن يستطيع أن يمتلك زمام المبادرة، هل يكون المالكي العائد من الأمم المتحدة بدعم عربي دولي قادرا على نزع فتيل الأزمة، أم أن الاصطفاف العملي للحلبوسي إلى جانب الصدريين وإن بدأ غير ذلك وبصرف النظر، يعني لا أقول أنه بالضرورة اصطفاف، ولكن ما أراه في الصورة الأعم أن الآن التعطيل للسلطة التشريعية أصبح تاما ولا تستطيع أن تتجاوز بذلك حتى في القرار القضائي. المشكلة السياسية بامتياز، والحل الآن هو بيد الجيش والأمن إن استطاع فرض الأمن والنظام في العراق، مما يتيح للقوى السياسية التباحث في هذا الوضع الذي أعتقد أنه سيكون غير مسبوق على الساحة العراقية، لارتباطه مرة أخرى بين الأمني والسياسي وبين الداخلي والخارجي.